بلدك نوبة. مرة تانية وآخر فقرتنا النهاردة في يوم جديد، وفرصة نتكلم على الجمال في شوارعنا المصرية. منورنا في الفقرة دي الفنان التشكيلي الأستاذ إيهاب لطفي. صباح الخير أستاذ إيهاب. صباح النور. أهلا وسهلا. وأستاذ إيهاب لطفي ليه خط خاص بي، مهتم جدا بأهل النوبة، مهتم جدا بالفن عموما في هذه المنطقة. فن ليه إبداع خاص أستاذ إيهاب، مش أي حد بينجذب ليه ومش أي حد بيقدر يعبر عنه. هيك ليه مهتم بملف النوبة بالذات؟ ملف النوبة مش في حد ذاته هو مجرد التأصيل للهوية المصرية. الجنوب أصلا مهد الحضارة في مصر، مع سريان نهر النيل من الجنوب للشمال، فمن باب أولى أن أنا أبتدي من الأصل، يعني أصول الجنوب بتاعتنا أو النوبة وأسوان والجنوب عامة ليها طبيعة خاصة. الإنسان فيها محافظ لسه على الأصالة بتاعته لغاية دلوقتي،
ماله كام ألف سنة بنفس الطبيعة نفس التعاليات والتقاليد، في حاجات سرية فيه، فلازم يبقى عليها سبوت لايت شوية. يعني ليه كده وليه لغاية دلوقتي كده ليه؟ أكيد في حاجة طبعا، فدي أصالة، فأنا عندي تاريخ فلازم أبتدي أنبش فيه أنقب فيه وأعيد صياغته تاني وأقدمه. فأنا بشتغل في كل حاجة، مش يعني بس أنا مركز أكتر. أنا عندي عملت 5 معارض عن النوبة وبجهز المعرض السادس إن شاء الله في يناير. المعرض السادس فيه أي اختلاف عن الخمسة اللي فاتوا؟ ابتديت اشتغل لون شويه، الوان معبره اكتر، لان انا بشتغل على تيمه الخط بس في الفن المصري، بربط يعني الحضاره المصريه اصلها مزيج، مش خط واحد، فرعوني اسلامي قبطي شعبي ايا كان يعني، بس في اصول في جذور بشتغل بستمد منها وابتدي اعيد صياغتها تاني. بس بهتم اكتر بالانسان، الانسان هو اللي عمل الحضاره، الانسان اللي هو بنى المعبد، هو اللي رسم في المعبد، هو اللي عمل التماثيل، هو اللي زرع، هو فالاعمال اغلبها مثلا بورتريهات ما بعتمدش على ان انا اوصف الشكل يعني، مش لازم، ما بهتمش بالملامح الشخصيه، بهتم اكتر ان ادي روح العمل. في انسان، في عماره، في ارض، انا يهمني ان الانسان ده يبان ان هو نوبي او مصري. وقفته، نظرته، بهتم بيها اكتر. يعني ازاي اقدر ان انا الخص الحاله في خط بسيط بنوصل دي مثلا بسرعة. يعني دي من المجموعه الاخيره بتاعتي بتعبر عن الست المصريه، دي المراه المصريه النوبيه. طبعا انا بهتم بيها اكتر المراه، لان هي طبعا المراه الام، البنت، زوجة. في مجموعات لونيه برضو هنا، دي المجموعه الاخيره اللي انا عملتها. فابتديت ادخل شويه الوان في الشغل بتاعي، بس برضو انا بحافظ على الخط بتاعي. يعني ابتديت اخش في اللاندسكيب شويه، في المنظر الطبيعي. بس مع ذلك برضو لسه بشتغل على الخطوط. الحاجات دي من وحي خيالك استاذ ايهاب؟ ما توجهتش لمثلا اسوان او لا؟ عملت زيارات وانا شارب الموضوع ده كله. الفنان اصله بعين، يعني العين بتشوف بتخزن، وبعدين بيبتدي يعيد صياغه الشغل. يعني كل اللاند سكيب اللي انا بعمله او المناظر الطبيعيه دي من الذاكره، يعني مختزله، مش منظر قدامي بسجله. طب ازاي تقدر توظف الاشكال الهندسيه والمقاييس اللي ما بين الحجم والحجم من خيالك؟ يعني ده شيء صعب جدا. ما هي خبره 30 سنه شغل. وخبره 30 سنه مطلعه نماذج انسانيه رائعه. وبعدين كل يعني انا مش مجرد سكتش، السكتش ده اختزالي من الذاكره. انا كل حركه فيها ليها معنى، ليها ايماءة معينه. ليه حضرتك مركز على المراه المصريه انها دايما شايله حاجه فوق راسها؟ مسكينة الست المصرية. لا مش مسكينة، دي حاملة الحضارة. الجرة اللي هي شايلها دي حضارة، حاملة كل حاجة فعلا. لا اللي هي شايلها دي حضارة، مش مجرد أف أو زلعة، لا صحيح. دي الحضارة اللي هي بتأكل عيالها، بتزرع، ما هو ده الحصاد بتاع الحضارة فوق راسها ببساطة. مش حكاية إنها شايلة حاجة رايحة بيها السوق، لا في معنى أكبر من كده. ده حقيقي. فدي حاملة الحضارة، أنا بسميها حاملة الحضارة. أعمالك مركز فيها على المرأة المصرية بشكل كبير؟ المرأة والرجل، مش شرط يعني، مش لازم يبقى في صراع بين المرأة والرجل. لا مش صراع، بس أنا قصدي اللي بتبرزه أكتر في أعمالك. حسب الموضوع يعني، في مواضيع بتحتاج ده وده يعني، مش أنا مش مرأة الرجل. الرجل في العمل الفني بيقدم دايما بالشكل المصري، بالشكل الصبور الصلب، البشرة السمراء. طبعا حضرتك مهتم بملف النوبة، ليه دايما في الفترة اللي فاتت بنسمع ان الرجل المصري حتى تغير في تعامله مع الاشياء من حوله، بقى اكثر مرونة، بقى اكثر نعومة؟ ده حقيقي؟ طبعا. ايه السبب استاذ ايهاب؟ الاستسلام. استسلام؟ يا خبر. استسلم. لإيه؟ استسلم لإيه؟ موضوع شائك يعني، هو طالما وصل للمرحله دي خلاص. هو انا الانسان المصري ده اصل الحضاره. صح. انا اصدر حضاره ولا استوردها؟ انا اللي اصدر الحضاره، مش استوردها. ده حقيقي. طيب انا عندي مهد الحضاره والاديان وكل حاجه في مصر هنا. طب الانسان ده ما حافظش على القيم بتاعته، ليه ما تمسكش بيها ليه؟ ما هو مش لازم ابقى لابس جاكيت عشان ابقى اجنبي، لا انت جواك ايه؟ ده بقى ينعكس على شغله وعلى تصرفاته وعلى لبسه. يعني الشكل العام اللي هو يعني انا لابس حاجه سفاري مثلا، ماشي. اوكي ماشي. دي زي انما انا جوايا ايه؟ مش بالشكل. ما هو ده في شكل وفي تصرفات، يعني الشكل برضو بيدي انطباع عن الانسان. تمام. بس في نفس الوقت تصرفاتك وكلامك ايه؟ طيب طبع على شخصيته.
ما هي الشخصية حاجة واحدة، يعني شخصية الإنسان بتبقى في تصرفاته، في كلامه، في طريقته، طريقة معاملته في الشارع، الماشي بيرمي ورق في الأرض، ده عنده لا مبالاة، مش حكاية ورقة اترمت، لا طريقة رمية الورقة نفسها، ناكل كيس شيبس ويحرميه كده بلا مبالاة، الحركة دي جزء معناها من شخصيته. لا، ده كده الشخصية علم عليها على طول. لكن الشخصية المصرية الأصيلة اللي حضرتك عبرت عنها في تعرفيها خمس في الناس معارض، البسيطة حاجة بتقرب جدا من النماذج دي. بتاعت الست اللي قاعدة بتبيع فجل دي في الشارع دي، دي في منتهى الرقي والحضارة، لما ليه؟ تيجي اشتري منها حاجة بقى دايما تروح مديهاني بإيديها الاتنين كده، الحركة دي تتفضل يا ابني، تدوري على ورقة جنبيها كده في حزمة جرجير ولا فجل ولا حاجة، ولسانها الحركة لطيف دي دايما بتدعي للي بتديله. لسانها رطب، ده حقيقي. تيجي تتكلم كده تلاقي وشها سموه بشوش كده، وطريقة كلامها بسيطة وعندها حكمة دايما بسيطة، ما بقتش حاجة، شوية فجل وجرجير قاعدة بيهم. الأطفال يقدروا يعبروا زي الكبار عن أي حاجة حواليهم في البيئة؟ طبعا إيه من خلال خبرة حضرتك، إيه اللي لمسته في الطفل المصري مش موجود في أي طفل تاني؟ ما انا ما عملتش مقارنه بين الاطفال هنا وبره، بس يعني انا الطفل، احنا بنتعامل مع الطفل المصري على انه لغايه دلوقتي للاسف على انه كائن غير مكتمل النمو، لا الطفل ده بيفهم وبيحس ان هو في بطن مامته، دي إحدى هو الورش. رضيع، دي طالبه كانت عندي، ده مشروع انا بعمله، مشروع اعداد الفنان الصغير، ان الله. انا ازاي الطفل ده، انا مش لازم استنى لما يخلص ثانويه عامه ويدخل الجامعه، افرض ما جابش مجموع طيب يدخل فنون عشان يدرس الفن، لا انا بديهم كورسات الإبداع عايز بديها كل تنمية حاجه ممكن تاخدها في وتدريب. الجامعه، يعني منظور، اسس تصميم، لون، انا مش بتعامل، بحط له الوان واقول له لون، هاي. لا انا بتعامل مع الشخصيه دي، انا بكونها دلوقتي، الشخصيه دي لسه صغيره بكونها، عندها بتبدأ من سبع ثمان الخط سنين من أول مسكة اول الريشة حاجه والقلم. هتتعلمها ترمي الاستيكه، ما عنديش استيكه، تشتغل بالقلم الحبر عشان تتعود ما تغلطش، انما طول ما الطفل جنبه الاستيكه، الاستيكه في ايد والقلم في ايد، مش ما بياخدش قرار، لا القلم الحبر هو بيشتغل بيه، بيفكر قبل ما يحط الخط لانه مش همسحه، ولو الخط طلع فيركز غلط ممكن يشكله تشكيل تاني بالظبط، يخلق منه اتصرف إبداع مختلف. نجحت فيه، مفيش استيكه. رائع. نمره واحد الالوان، انا بشتغل معاهم اكيد انا نفس المنهج اللي بديه ده بديه للكبار، هي لان الطفل عنده استعداد يستقبل، ليه استنى عليه 16 سنه؟ لا طب انا ممكن عملتها قبل كده مع، الإبداع مش محتاج تأسيس، طبعا محتاج محتاج انا دلوقتي الطفل عنده طاقات مش موجوده عندي، وعنده افكار، انا حماس بوجهه حماس انا بوجهه، بعرفه بالخامات ازاي يشتغل، بديله فكره عن المنظور، اسس تصميم اللوحه، في جميل. فنانين بتعمل معارض ما عندهاش اسس تصميم اللوحه، يعني بتشوفي لوحات في معارض وبياخدوا جوائز وكلام، ما في حاجات ناقصه فيه، لا انا بكون الطفل الفنان الصغير ده، انا ممكن اكونه دلوقتي، حضرتك بتقول من وهو جنين بيتأثر ايوه انا بنتي رضيعه بالفن. باخدها معايا الورشه تقعد تتفرج وتلعب في الالوان دي، بتخزن الحاجات دي كلها، بتختزل جوه الانسان، بنتي ايوه وهي من وهي صغيره بشتغل معاها ترسم معايا وشايفاني وعينها عليا، بتعمل شغل حلو زي دلوقتي ما قلنا الانسان ابن بيئته. بالظبط، اي حاجه بتحيط بيه، واحنا بنتكلم عن تجميل شوارع مصر، حاجه من الحاجات اللي احنا ملف فتحناه في يوم جديد في النيل الثقافيه، ونفسنا نشوف شوارع مصر كلها زي كورنيش اسكندريه اول ما اتعمل. بس للاسف يعني حتى الاسبوع اللي فات واللي قبله اتكلمنا على موضوع اسكندريه من جوه غير من على الوش. ما هو مين اللي هي احنا نفسنا، طيب مين ازاي اللي نقدر هيعمل نعمل ده، ده؟ طيب مين اللي يعني هيعمله، الفنانين بقى المصريين. الفنانين هيجملوا كتجميل، هجمل ايه، نرسم، نعمل ميادين حاجات، مثلا عامه، شوارع، طب النظافة افكار. دي مش جمال، طبعا اساسي. احنا ممكن نعمل مش مشكلة، يعني نمشي على خطوط متوازية، بس هل هو ده احنا كده حلينا المشكلة، لا لازم نلمس جوهر المشكلة الأول، اللي هو الإنسان نفسه لازم يتغير، لازم يبقى عنده رؤية، لازم يحس ببلده، هو لو المواطن لو حس ببلده وحبها مش هيرمي زبالة، لو حس بذاته هيساعدني، أنا أقعد أشتغل وأعمل وبعدين واحد يروح معدي رامي زبالة على الشغل بتاعي في الشارع أو يتريق عليا، واخد بال حضرتك؟ أوكي إحنا ممكن نشتغل ونعمل جداريات جميلة وكل حاجة، أوكي أنا معاكي مش معترض، بس لازم في نفس الوقت يبقى في خط تاني موازي ليه، ان انا ابني الانسان ده واعيد صياغته تاني. الانسان المواطن ده لما يهتم وينظف هو من نفسه هيتعلم يجمل. يعني لو نبدأ منين يا استاذ ايهاب لو عندنا اجيال ابتدي بالطفل، بتسلم الحق اجيال؟ الاطفال دلوقتي. لازم النبتة امشي، الاولى بقى. لازم دلوقتي الحق دلوقتي الجيل اللي طالع ده. في افكار هنا، يعني احنا معانا صور كلها افكار ممكن نجمل بيها المحيط العام حوالينا. عملية التجميل دي سهلة مش صعبة.
هي محتاجه رؤيه بس مش اكتر. انما انا عايز اجمل يعني انا هحط حاجه حلوه يعني ماشي اوكي ده كده شغل جميل جدا، هيتشاف منين؟ تقصد رؤيه من الدوله؟ من كل حاجه. رؤيه لازم يبقى في رؤيه شامله. ان انا اجمل المفروض اجمل ايه؟ ابتدي بالنظافه الاول. الانسان ده لازم يساعدني برضه، ده حقيقي. يعني انا دلوقتي لما يبقى في زي مشروع قومي، لو انا قاعد بشتغل وحواليا ناس بتتفرج وتستمتع، المصري عنده جينات فنيه لوحده، بس محتاج توجيه. لازم ابتدي اشتغل على الطفل وهو صغير، تمام، انمي فيه الحته دي، اخرج بقى من حصه التربيه الفنيه اللي هي العقيمه اللي هي مجرد تاديه واجب وخلاص. لا انا عايز اشكل الطفل. هو لازم في التعليم يبقى الفن اجباري، حصه اجباريه ولا اختياريه؟ انه صح تعليم واجباري، احنا بنتعلم ولا بناخد درجات؟ يعني احنا لا عموما يعني في التعليم لو احنا هنشكل التعليم من اول وجديد لازم يكون في حصه تربيه فنيه، ولا دي اختياريه لاي واحد حاسس انه موهوب؟ والله هي الفكره كلها الرسم او الموسيقى او الرياضه او 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 دي وسيله. يعني انا ما بدي كورس الاطفال او بشتغل مع معلم اطفال، انا بتعامل مع الشخصيه من جوه، مش بديله منهج، لا انا بقاوم سلوكه. في طفل عصبي، في طفل متردد، في طفل متسرع، انا بكتشفه وانا بشتغل معاه وبعيد صياغته تاني. لازم حتى اولياء الامور بيلاحظوا كده. انا بدي رساله بعملها، يعني مش حكايه ان انا بدي منهج، لا يعني الطفل ممكن اقعد معاه يومين مرتين ثلاثه لحد ما يبقى عنده استعداد يستقبل مني. انما مش سبوره واحط الحاجه وامشي، لا بقعد اشتغل، بقعد العب معاه لحد ما اعرفه من جوه عايز ايه. في عنده قصور معينه احاول اعالجه. في نفس الكلام في الموسيقى، هي مجرد وسيله. فعمليه التجميل، ما هو لازم يبقى الانسان من جوه الاول جميل عشان يبان من بره جميل. انما هنشكل من بره على الحيطان ومن جوه مش، لا مش حلو، مش هنوصل لحاجه. وزي ما حضرتك قلت لو بدانا من الاطفال هنوصل طبعا، ولكن من خبره حضرتك مع الاولاد، الاطفال عموما فطرتهم بتنجذب الى ايه في الرسم؟ التعبير عن ايه؟ من ناحيه المواضيع يعني؟ عمليه الاستثاره نفسها، الالوان، يعني اللون الالوان نفسها بتعمل استثاره ذهنيه، يعني لون الالوان السخنه الاحمر بتعمل استثاره ذهنيه. بيحبوا جدا بيحبوا الالوان الميه، الالوان الميه يحبوا يلعبوا بالالوان الميه، بتستهويهم جدا في المسترات. انا بحاول اتعامل معاهم مش بمنهج معين، لا بتعامل معاهم حسب ما هم بيعملوا ايه. لقيت نام مني اصحصحه مش عارف ايه، لازم اعمل له صدمه من جوه كده عشان يصحى يفوق معايا يقدر يستقبل مني. في نفس الوقت بديله المنهج بتاع التعليمي في النص، مش بديله تلقيني، لا يعني ممكن ياخد حته منظور. مثلا انا درست منظور 3 سنين في الكليه مثلا. يعني ايه منظور يا فندم؟ المنظور ان هو ازاي ارسم الحاجات من عن بعد، يعني مبنى من بعيد، ابعاد مختلفه. لازم يبقى عندي اسس. ازاي اعمل اسس تصميم اللوحه؟ انا مش هو مش مطالب ان هو يبقى فنان دلوقتي، لا انا بس بديله بحط حضرتك الارض لما بتحط البذور وترعيها ما بتبانش الثمره تطلع الا في الاخر خالص، تفضل الارض مثلا شهرين ثلاثه مفيش حاجه طالعه. اتنين بيزرعوا مع بعض، واحد بيهتم بالارض واحد ما بيهتمش بالارض. الارض زي ما هي بتبان امتى؟ ساعه الحصاد. ده حقيقي. يعني طول ما شكلا في حصه تربيه فنيه، في حصه موسيقى، في اوكي. النتيجه ايه؟ مفيش حاجه. الطفل النوبي مختلف عن اي طفل تاني من خلال معارض ايهاب لطفي؟ البيئه بتاثر. مأثرة في الطفل النوبي ازاي يا فندم؟ البيئة بتاعته، يعني هتخيل واحد قاعد قدام ميه، نيل، مراكب، جو صحو، عصافير، اكيد بيأثر. انا هنا افتح الشباك الاقي برج خرسانه، دوشه، عشان اجي الاستوديو زحمه على ما اوصل. فكل ده انا عشان ابتدي اشتغل، انا هروح المرسم دلوقتي لازم اقعد ساعتين ثلاثه اهدى كده، اشيل كل المؤثرات اللي عشان ابتدي اشتغل. لازم افصل. للاسف هو عنده المناخ بتاعه حلو. الطفل بتاع اسكندريه غير بتاع اسوان غير بتاع الريف، كل واحد البيئه بتاعته بتسيب فيه حته. وانا مش مطالب ان انا اعمل نسخ. لا، كل احنا عندنا البلد مصر فيها كل شارع فيه حضاره لوحده، يعني مش كل منطقه، مش كل بلد، لا كل شارع سمة. شارع بورسعيد غير شارع مش عارف ايه، كل الناس اللي فيه ليهم سمه معينه. فدي دي ده تراث كبير قوي. طب فين؟ وده كان سؤالي، هل طفل النوبه بيتميز عن باقي الاطفال بحاجه خاصه بالبيئه؟ أكثر هدوءا مثلا؟ طبعا. يعني أنا ليا أصدقاء قاعدين في اسكندرية ما يقدرش يستحمل يقعد في القاهرة. توتر توتر توتر، مش قادر، ما يقدرش. أنا لما أطلع اسكندرية أول يوم ببقى تنشن، بعد كده بريلاكس. أجي أرجع القاهرة أول ما أخش على الحدود أبتدي أتنشن تاني. توتر، رطوبة،
التراب، كل المؤثرات والعوامل الخارجيه دي كلها بتاثر على الانسان. سؤال اخير للفنان ايهاب لطفي، ازاي الفن والابداع ممكن يساعد المصريين في الفتره اللي جايه ان هم يعيدوا تشكيل نفسهم بشكل ايجابي اكتر؟ مع اعاده التشكيل ده نبقى اكتر ايجابيه، نقدر نبني، يبقى عندنا عينينا شايفه الحلو بس، نعمل ده ازاي فن؟ لازم يبقى في رؤيه شامله. انت بتتكلم على مجتمع، في نجاحات فرديه، في محاولات فرديه. طيب المجتمع هنتكلم 90 مليون مثلا، طب دي عايزه رؤيه، رؤيه مؤسسيه مش فرديه. انا ممكن اعمل نشاط، انا بعمل مجهود عن نفسي، في فنانين كتير بتشتغل، في فنانين بتعمل محاولات، كل واحد في مجاله. طيب الرؤيه الشامله ايه بقى؟ لازم عندي خطه. الخطه دي محتاجه كوادر مؤهله، ده حقيقي، عندها رؤيه، كادر عنده رؤيه ان هو عايز يطور، عايز بين قوسين كده عايز، مش مجرد ان احنا بنعمل واجب. لا، التعليم مشكله التعليم، الثانويه العامه هي اللي عامله مشاكل لغايه دلوقتي. العيال يعني اطفالي اللي يقعدوا الساعه 2 3 بالليل يذاكروا عشان ايه؟ طب انا هيبدا امتى؟ طيب ده هيعيش امتى؟ الاطفال عندها اكتئاب ليه؟ مناهج مناهج مش مناهج. عايشين حياتهم بعد السنه ما خلصت، شكرا، بعدين ما استفدتش حاجه. طيب الثانويه العامه هي اللي عامله المشكله، كل ده عشان يجيب مجموع كبير عشان يخش الجامعه. طب ما نفصل الثانويه العامه عن الجامعه، نخلي التعليم تعليم، نتعلم مش بناخد درجات، لا نتعلم بقى. ساعتها هيحصل ريلاكس كده، هيبقى فيه هدوء نفسي في البيت وفي عند الطفل، ابتدي يستوعب المعلومه. انا مش مطالب ان انا احصل، يعني كل انسان ليه قدره على التحصيل. مش انا مش 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 كوني ان انا مش قادر احفظ الكتاب كله او املاه كله في دماغي يبقى انا كويس، لا، دي قدره. انا ما عنديش قدره على التحصيل، انا عن نفسي بس اقدر استوعب على فترات. طب هعيد صياغتها ازاي بعد كده؟ طب هحتاجها في ايه؟ طب انا عايز اكتشف الاطفال في السن ده، كل ده كويس في كذا، ده كويس في كذا. وبالتالي ممكن نعمل ده من خلال مشاريع قوميه، من خلال مؤسسات الدوله. نبدا بالانسان الاول، نبدا بالانسان ونبدا مع بعض ونساعد الدوله عشان نتكامل. انا بشكرك جدا على حضورك، بشكرك على اعمالك كلها. ان شاء الله المعرض الجاي يلقى النجاح والقبول من كل الفئات والاعمار. بشكر جدا فنان تشكيلي ايهاب لطفي، نورتنا، صباح الخير عليك مره ثانيه. مشاهدينا بشكركم على متابعتكم لحلقه النهارده، بشكر كل فريق العمل، بشكر زميلتي ساميه اللي شاركتني للحلقه. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد. كنت معاكم كارولين، والى اللقاء.